نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. بعد يوم من القمع والتنكيل، النجاح بإقامة مليونية سيئون والمطالبة برحيل المنطقة العسكرية الأولى. 90 منظمة محلية ودولية تطالب بضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية ومحاسبة قياداتها. بدعم من دولة الإمارات، محافظ شبوة يفتتح مستشفى شبوة العامة. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي تنفيذ 21 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في حجة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح التحالف أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للميليشيات، إضافة إلى إلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوفها. أكد قائد قوات التحالف العربي الفريق أول الركن المطلق الأزمة في كلمة متلفزة نشرتها وسائل إعلام سعودية أن ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي يشكل تهديدا خطيرا على الإنسانية. أحمل البراهين القاطعة بأن من يتحدث عن الأمور الإنسانية وحاجة ميناء الحديدة للأمور الإنسانية في اليمن أقولها واضحة بأن ميناء الحديدة فيه أذى خطير ضد الإنسانية، لأن عن طريق تدخل أدوات الشر إلى الحوثي. نشرت قوات ألوية العمالقة الجنوبية الجزء الثالث من سلسلة مشاهد تنشرها لخسائر ميليشيات الحوثي في عملية إعصار الجنوب التي أطلقتها العمالقة لتحرير مديريات محافظة شبوة. ويحتوي الجزء الثالث الذي ينشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة على لقطات تظهر فيها عملية دك التجمعات وأفراد ميليشيات الحوثي وإصابة الأهداف بدقة عالية. هذا وكان المركز الإعلامي قد نشر في وقت سابق الجزء الأول والثاني لكشف حجم الضربات الموجعة التي وجهتها ألوية العمالقة لميليشيات الحوثي في عملية إعصار الجنوب في مديرية بيحان بشبوة ومديرية حريب جنوب مأرب. شهدت مدينة سيئون في وادي حضرموت تظاهرة مليونية لإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلا عن المنطقة العسكرية الأولى، ولتأكيد المطالب الشعبية للهبة الحضرمية بانتزاع حقوق المواطنين ومكافحة الفساد والدفاع عن حضرموت. تتقاطر الحشود لتفوق عشرات الآلاف إلى سيئون، أتوا من كل البقاع والاتجاهات، حشود لم تأبه بالمحاذير وبأي تقطعات واعتقالات أمنية تعسفية، بل قالت بالفم الملآن: انتهى زمن الإذلال ولن نقبل بحكم سلاح المنطقة العسكرية الأولى في أرضنا. ومما تم احتجاز قائد أو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن، ولحد الآن هو لا ندري عنه شيء بعد سحب جوالاته وتعرض للإهانة، وتعرض كثير من أبناء الموكب عندما جمعتنا الصدفة في هذه النقطة، نقطة القطن، وتم تقطعنا، ويعني كان في بعض الباصات يعني دخلت، والبعض يعني تم احتجازهم في النقطة، ولا زالوا لحد الآن يحاولوا الدخول على أبول أن يشاركوا في هذه الفعالية. عدد الحشود كشف مدى تمسكهم بقضيتهم التي لن تتوقف إلا بتحقيق مطلبها، مطلب أجمعوا عليه بترحيل المنطقة الأولى وتمكين النخبة الحضرمية واستكمال اتفاق الرياض والمطالبة بتلبية مطالب الهبة الحضرمية. هدفنا الوحيد هو رحيل المنطقة الأولى من وادي حضرموت عليهم الذهاب إلى محاربة الحوثي في العاصمة صنعاء، وليس بقاهم، فإن بقاهم هنا لن يخدم الحب كون أن حضرموت هي غنية بالريال. وأول مرة أنا أشوف
شعب يتظاهر من أجل الجيش يخرج يحارب، والجيش هذا منبطح وتارك أرضه للحوثي ويريد أن يكون أرضنا بديلا لأرضه. نرفض هذا الكلام، مرفوض مرفوض. حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس كما يقول لسان حال المشاركين هنا، أي أن الاستمرار في سياسات الماضي العسكرية انتهت إلى غير رجعة، وبالتالي فإن الشعب فرض قراره وحدد وجهة إرادته في وجه كل التحديات. أبناء حضرموت وسط معقل المنطقة العسكرية الأولى تخطوا كل الحواجز وارسلوا رسالة واضحة وحازمة بأن مطلبهم القديم الجديد هو أن حضرموت لأبنائها. محمد بحفين، الغد المشرق، سيون. أصدر وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة بيانا صحفيا تعليقا على اعتداء المنطقة الأولى على الفعالية السلمية بوادي حضرموت، وأدان البيان الاعتداء السافر واستخدام السلاح والرصاص الحي على المواطنين في وادي حضرموت ومنعهم بالقوة من الوصول إلى موقع الفعالية السلمية. وأضاف البيان أن ما أقدمت عليه المنطقة العسكرية الأولى ضد أبناء وادي حضرموت عمل مرفوض وغير مقبول ولا يمكن تبريره. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أزمة الوقود وعددا من المواضيع المتعلقة بالملفات التنموية وخطط الوزارات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة الوقود وضمان عدم تكرارها، كما شدد على أهمية اتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات. كما اطلع المجلس على خطة وزارة الاتصالات لتوسيع شبكات الإنترنت لتشمل محافظات جديدة. طالبت منظمات محلية وإقليمية ودولية الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل أعضائها 193 بضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي الإنقلابية جماعة إرهابية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. هذه المنظمات التي وصل عددها إلى أكثر من 90 منظمة دولية وإقليمية فقد حذرت من الخطر الحقيقي الذي يمثله نهج ميليشيات الحوثي على السلام في اليمن وتهديد السلم والأمن الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الميليشيات كجماعة إرهابية ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي سيسهم في إنجاح سياسة الضغط على هذه الميليشيات وإجبارها على وقف جرائمها، والأمر الذي سيسهم في تحقيق السلام. المنظمات الحقوقية أصدرت بيانا وأشارت فيه لاعتداءات ميليشيات الحوثي الأخيرة بقصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي السعودية والإمارات من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي ترتقي إلى جرائم حرب، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف تلك الأعمال وضمان عدم تكرارها في المستقبل، خاصة أن الميليشيات الحوثية حولت المطارات إلى ثكنات عسكرية والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية. أما على صعيد الوضع الإنساني للأسر النازحة والمشردة، أوضح بيان المنظمات بأن الميليشيات الحوثية تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءا من زيادة عدد النزوح لآلاف الأسر والتي أصبحت مشردة دون مأوى، بالإضافة إلى ضحايا الألغام والتي بلغت خلال شهر يناير الماضي 73 مدنيا ما بين قتيل وجريح في عدد من المدن والأرياف. وأخيرا بشأن انتهاك حقوق الطفولة وتجنيد آلاف الأطفال، بيّن تقرير المنظمات أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ العام 2014 واستخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل وتدريبهم وإرسالهم إلى جبهات القتال. اتهمت مصادر طبية وأخرى حقوقية يمنية ميليشيات الحوثي بمواصلة استغلال معاناة مرضى السرطان في مدن ومناطق سيطرتها، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد المرضى إلى أكثر من 71 ألفا تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية.
في مغبة آلة الفساد التي تتعرض لها المراكز والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة مرض السرطان في مناطق سيطرة الانقلاب، اتهمت مصادر طبية وأخرى حقوقية يمنية ميليشيات الحوثي بمواصلة استغلال معاناة مرضى السرطان في مدن ومناطق سيطرتهم، وهو ما تسبب بارتفاع أعداد مرضى السرطان إلى أكثر من 71,000، منهم 40,000 حالة تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية. المصادر ذكرت أن الميليشيات فرضت حديثا مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح صندوقها الذي زعمت مرارا أنه مخصص لمكافحة السرطان، إضافة إلى متاجرتهم بكميات كبيرة من العلاجات باهظة الثمن المقدمة لهم مجانا من قبل المنظمات وبيعها في السوق السوداء، ووضعها لعوائق عدة أمام وصول الأدوية تحت مبرر إجراء عمليات الفحص والمتابعة. وكان مسؤول القطاع الصحي التابع لميليشيا الانقلاب اعترفوا قبل أيام بوجود 71,000 حالة مصابة بالسرطان تم تسجيلهم منذ أواخر 2014، كما اعترفوا بأن نحو 9,000 حالة مصابة بالسرطان تضاف سنويا، 15% منهم من الأطفال. في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد أعداد مرضى السرطان بشكل مخيف في اليمن، وكشفت المنظمة أخيرا عن حالة مخيفة جراء تزايد أعداد مرضى السرطان بالتوازي مع استمرار الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات على الشعب. التزايد المخيف في أعداد المرضى أرجعه عاملون في مجال مكافحة السرطان بصنعاء بأنه يعود إلى عمليات النهب المستمرة للميزانيات التشغيلية المقدمة لمراكز علاج الأورام وتخصيص أغلب المساعدات الصحية الإنسانية لمصلحة عناصرها وجرحاها. وحمل العاملون الصحيون ومعهم أسر مرضى السرطان في صنعاء ميليشيات الانقلاب مسؤولية تفاقم الحالة الصحية التي وصل إليها الكثير من المرضى جراء استمرار سياسات النهب والعبث والتدمير المنظم بحق القطاع الصحي. افتتح محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير هيئة مستشفى شبوة العام بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وسط فرحة كبيرة غمرت أهالي المحافظة. بعد سنوات طوال من الانتظار، ها هو الحلم أصبح حقيقة بافتتاح محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير الصرح الطبي الذي انتظرته شبوة طويلا، هيئة مستشفى شبوة العام، والذي جاء بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر سفيرها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. في هذا اليوم السبت 12/2/2022 أعتبر بداية لهذا المنجز العظيم، مستشفى الهيئة العامة محافظة شبوة مثلا في العاصمة عتق، الانطلاقة الأولى لهذا المستشفى العظيم الذي إن شاء الله يصبح إلى مدينة طبية كاملة يخدم محافظة شبوة والمحافظات المجاورة لها. فمن هذا الشكر، من هذا المنطلق نقدم الشكر والتقدير للهلال الأحمر الإماراتي على ما قام به. يخدم المستشفى أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مجانا من عمليات جراحية وعلاجات وفحوصات وطوارئ وخدمات ترقيد، وستشرف على إدارة المستشفى شركة هندية بأعلى جودة وخدمات طبية وبطاقم طبي متكامل يمني وأجنبي. في هذا اليوم طبعا الذي نسميه نحن كأبناء محافظة شبوة هو يوم عظيم بتاريخ محافظة شبوة في المجال الطبي والصحي، حيث طال أبناء شبوة وطال انتظارهم ليروا هذا الحلم أن يصبح كما هذا اليوم حقيقة، أن يبدأ هيئة مستشفى شبوة العام بالعمل أو التأثيث والاستعداد، حيث أن هذا سيعمل نقلة نوعية كبيرة للخدمات الصحية في المحافظة. وبدورنا نقدم الشكر الجزيل لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي والأشقاء في دولة الإمارات العربية، وهذا ليس بغريب على هذا دولة الإمارات دار زايد دار الخير. فرحانين جدا بمثل هذا الصرح الطبي الكبير. نحن كأطباء لقد عشنا ظروف صعبة في مستشفيات تعاني معانا كبيرة، ولكن نحن اليوم سنعمل في مستشفى بجميع التجهيزات بجميع الكادر الطبي والخبرة، وسيستفيد الكادر الطبي اليمني من التدريب والتأهيل في هذا المستشفى. فألف ألف شكر لأخواننا الإماراتيين. كلمات الشكر والتقدير من قيادة السلطة المحلية والكوادر الطبية وأبناء المحافظة عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي المتواصل لإنجاز هذا المشروع. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
مركز الملك سلمان يدشن مشروعا تخصصيا وتعليميا في المكلا. أهلا بكم من جديد. نظم مكتب مصلحة شؤون القبائل بحضرموت لقاء تشاوريا ضم عددا من المقادمة والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، وناقش اللقاء المستجدات الراهنة والتحديات التي تواجهها حضرموت وآلية العمل المشترك مع السلطة المحلية للحفاظ على المنجزات التي تحققت لمحافظة حضرموت. وأكد المجتمعون وقوفهم ودعمهم لقيادة السلطة المحلية والعمل على مواجهة التحديات وضمان وحدة أبناء حضرموت والوقوف لانتزاع حقوق المحافظة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلا مشروعا تخصصيا جديدا، ويشمل المشروع رفع كفاءة أكثر من 5500 طالب في 3 محافظات. استجابة لاحتياجات تنمية وبناء القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع تخصصي جديد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المشروع دشن بمدينة المكلا ويشمل رفع كفاءة أكثر من 5500 طالب في 3 محافظات. طبعا هذه الفئة عانت كثيرا في الماضي بسبب الحرب في اليمن من الأهمال، بسبب أن معظم هذه الجمعيات، معظم هذه الأجهزة تقوم بعملية الدعم المركزي من المركز، لكن الفترة الحالية عانت كثيرا من الإهمال في هذا الجانب لعدم وجود دعم مركزي ودخول البلد في هذا المعتبر الصعب. المشروع الذي يمتد لتسعة أشهر سيعمل على تأهيل نحو 30 مدرسة ومركز تعليمي لمحو الأمية، إضافة لتدريب الأطفال على النطق والتخاطب ولغة الإشارة والقراءة والكتابة. وقبل ذلك سيوفر دعما للمراكز والمدارس المستهدفة باحتياجاتها من التجهيزات التعليمية. نتمنى أن يخرج هذا المشروع إلى النور في الأيام المقبلة بإذن الله، ليستفيد منه عدد من هذه الفئات الذي شملهم المشروع. محو الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة الفئتان المستهدفتان هذه المرة من مركز الملك سلمان، وهي مهمة ضمن مهام كثيرة يتبناها المركز في إطار اهتمامه الإنساني في مختلف محافظات البلاد. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. تستعد وزارة الصحة العامة والسكان تنفيذ الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد شلل الأطفال دون سن 10 في عدد من المحافظات خلال الفترة من 19 وحتى 24 من فبراير الجاري. وقال وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحبح لوكالة الأنباء اليمنية إن الحملة ستستهدف تحصين أكثر من 2 مليون طفل دون سن 10 في جولتين منفصلتين، تعقبهما جولة ثالثة تستهدف الأطفال ما دون 5 من العمر. ودعا وزير الصحة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى الإسهام الإيجابي في إنجاح فعاليات الحملة. أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. تظاهر الآلاف في العاصمة الأسترالية كامبيرا متجهين إلى البرلمان للاحتجاج على إلزامية اللقاح ضد كوفيد 19 على غرار الاحتجاجات الأخرى التي تنظم في أنحاء العالم. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين ب10,000، وأكد متحدث باسم قوات الأمن أن سلوكهم كان جيدا وتم توقيف 3 أشخاص. وتلقى 94% من المواطنين فوق 16 عاما جرعتي اللقاح في أستراليا، واللقاح ليس إلزاميا ولكنه مطلوب لدخول البلاد وللعمل في عدد من المهن التي تعرض ممارسيها للخطر.
أفادت دراسة نشرتها السلطات الصحية الأمريكية بأن فعالية الجرعة المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا المضادة لفيروس كورونا تتراجع مع الوقت، لكنها تبقى عالية في الحد من خطر دخول المستشفى بعد 4 أشهر على تلقيها. وبعد أن أصبح أوميكرون المتحور المهيمن، بلغت فعالية الجرعة في الحد من دخول المستشفى 91% لمن تلقوا الجرعة الثالثة خلال الشهرين اللذين سبقا الإصابة. وقالت السلطات إن هذه النتائج تزيد من أهمية الأخذ في الاعتبار جرعات إضافية بهدف المحافظة على الحماية ضد الفيروس أو تعزيزها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. بعد يوم من القمع والتنكيل، النجاح بإقامة مليوني سيئون والمطالبة برحيل المنطقة العسكرية الأولى. 90 منظمة محلية ودولية تطالب بضرورة تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية ومحاسبة قياداتها. بدعم من دولة الإمارات، محافظ شبوة يفتتح مستشفى شبوة العامة. يمكنكم متابعة حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.